الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. دكتور هاشم باطنيه. نعم، عيني. تفضل. نعم الله عليك. اقول لك دكتور، بس استفسار بلا زحمه، بطني اقول لك كتلتني. هو شنو ابوي؟ تقدر تشرح لي حالتك بصوره واضحه؟ دكتور ما ادري شكلي تو، بس طقني مغص، ما ادري. دكتور وياك وياك، بس شبكة مو زينة. بصورة واضحة تقدر تشرح لي اياها. هسه اسمع. الو، ما تفضل. دكتور العفو. دكتور. نعم وياك. عندي تفخة، عندي تفخة. يعني مثلا اسمع. اوووي دكتور راح اموت. يعني بس خل افتهم، شنو الحاله اللي جاي تصير عندك حاليا؟ دكتور اكلت. الزراب دكتور.